يبدو لنا ومن خلال مراقبة الأحداث وتداعياتها أن كل حزب بما لديهم فرحون. الثبات والثلث مرة يسمونه بالمعطل ومرة يسمونه بالضامن، وإنقاذ وطن يقولون لقد انتهى الأمر ووصلنا إلى الثلثين، بين الذين يعتقدون أنهم قد حسموا أمرهم وبين الذين يعتقدون أنهم سيعطلون كل شيء. ما ذنب هذه الناس تنتظر هذه السجالات وتنتظر هذه الصراعات؟ وكل طرف من هذه الأطراف يقدم لك تفسيرات وتبريرات ونظريات فلسفية أنها من أجل الوطن، سواء بالفريق ألف أو بالفريق باء. من هم من يقول أننا يجب أن نذهب إلى التجديد بالعملية السياسية التي فشلت على مدى 18 عام، وهذا اعتراف مهم. وآخرين يقولون أننا إذا لم نكن جزءا من هذه الحكومة فهذا استخفاف بالديمقراطية، لأنه استحقاق انتخابي وحق للجمهور. نحتاج أن نفكك معادلات وآراء ونظريات من هذا النوع، ومن ثم على كل منهم أن يقدم لنا ضمانات أن ما يسوقه أو ما يدعي به إنها من أجل مصلحة وطن أو إنقاذ وطن، أو أن الآخرين ثابتين أو ثابتون وهم الثبات على ماذا؟ هل فعلا نحن أمام صورة قد تكون مختلفة عن الصور التي عشناها وكانت كلها صور قاسية مرعبة مدمرة زلزلت الأرض تحت أقدامنا؟ لم نعيش بها بأمان، ما أكلنا خبزة أبراحة من خيراتنا، طبقات سياسية اغتنت لحد التخمة، أموالها وعقاراتها وكل ما يملكون من خيرات العراقيين الفقراء اليوم قد حولت إلى الخارج. وهنا يلعب التركي تشوبي، وهناك الإيراني دق طبل، وهناك الأمريكي يردح بالثنية. أنا وين؟ منين؟ ويا من أروح؟ أنا المواطن، بمن أثق؟ أكو أزمة ثقة يا أخوان. من شهر العاشر لليوم يومية اسم لهذه القوى، بالكاد نحفظ الاسم بهاي الحلقة، بالحلقة الثانية تغير، بالحلقة الثالثة تغير، بالرابعة تغير. بدل ما أن تتلاعبوا أو تنشغلوا بإضافة عناوين لقواكم أو تحالفاتكم، انشغلوا بقضية الشرف، وأقصد هنا شرف المهمة وشرف المسؤولية وشرف الانتماء، وأغلقوا أبوابكم ومنافذكم التي ظلت مشرعة أمام الأجنبي. وابن الوطن يباوع عليكم من تاكلون يلقط من القاع. لا حد يقول لي هاي صورة سوداوية مبالغة بها. والله لو فتحت ملفات زعماءكم وكباركم لشاب منها الولدان. كل احنا ننتظر يوم السبت ايش راح يصير، ان نجحوا وان فشلوا، ما هي السيناريوهات المحتملة التي ستكون